طب يا جماعة، أنا قفلت التكييف في حرارة 41 42، فأنا قدامي بالظبط أقل من 10 دقايق وهتلاقوا التيشيرت ده كله عرق ومية وهبطان. فخلينا نبدأ الفيديو ده على طول، عشان النهاردة في النشرة في حاجات لطيفة، فيفا 18 للي بيحب يلعبها، وبرضه موبايل جديد من ذات ايه بإمكانيات قوية جدا، وكان في امبارح ايفنت الأوبو طلعت لايف على الفيسبوك وحركات. كل ده في أكتر كتير في نشرة النهاردة، فيا أهلا وسهلا بيكم ويا مبدع منك ليه في نشرة. لو انتي عارف اني قلت في الفيديو اللي فات بتاع 50,000 وكده، اللي هو انا اي فيديو اتصور جوه البيت ده هيكون خسارة بالنسبة لي، وانا مقتنع بكده. بس بصراحة الجو النهاردة مش هيسمح ان انا انزل في الشارع. انا امبارح رجعت نمت 8 ساعات 7 ساعات، وكنت صاحي وهو وش احمر وحالتي حاله. فانا لو نزلت النهارده مش عايز اكرر نفس اللي حصل امبارح النهارده يعني. فخلينا نبدا على طول في نشره النهارده، وهو موبايل جديد من شركه اوبو باسم A37. الموبايل ده كان نزل بره، لكن الجديد اللي هو نزل في مصر. الموبايل ده بنفس امكانيات الاوبو F1 S اللي احنا ان شاء الله هنعمل له ريفيو قريبا جدا. الاختلاف عنه ان في كاميرتين من الامام، كاميرتين كل واحده 16 ميجا بكسل، كاميرا خرافية. والاختلاف برضو ان الشاشة اترفعت من HD لفول HD، يعني من 1280 في 720 ل 1920 في 1080، فده بيدي بيكسل دنسيتي، بيدي حاجات اكتر كتير. اللي مش حلو بس ان هو للأسف نفس المعالج الميديا تك الضعيف نسبيا من وجهة نظري، لكن اوفرول كباكج موبايل كويس جدا وبسعر 5860 جنيه مصري. ما تقلقوش الخبر ده لسه ما خلصش. في الفيديوهات اللي شغاله على الشاشه قدامكم دي في فيديو تفصيلي هينزل على الموبايل ده، فترقبوا قريبا المور ديتيلز على الموبايل. فكره اللي انا ببص في المايك كل شويه عشان في الاخر دايما بكتشف، يا نهار ابيض انا ما شغلتش المايك وبعيد فيديو 12 دقيقه تاني. ففي الجو ده يعني انا عمال اعيد نفس الجمله، بس الجو فعلا بشع. خلينا نخلص الفيديو ده عشان ما فاضلش كتير. انا دلوقتي بقالي 6 دقايق بسجل ولسه في اول خبر، فندخل الخبر بعده على طول. واخيرا اخبار رسميه عن الون بلس 5. ون بلس اعلنت رسميا عن نزول ون بلس في 20 جون 2007 الساعة 12 EDT. تقريبا هتكون الساعة 4 او 5 بتوقيتنا. لو قلت الميعاد غلط هتلاقوا الميعاد الصح مكتوب على الشاشة دلوقتي. يا جماعة، حد عنده مشاكل في سكايب مؤخرا؟ انا مش عارف، انا عندي مشاكل كل ما باجي اتصل بحد مش بيكونكت المكالمة، وماسنجر نفس الكلام. بس المهم يعني الخبر ده ملوش علاقة بالانقطاعات اللي بتحصل. الخبر ده بيقول ان مايكروسوفت بتعمل نسخة جديدة من سكايب مختلفة كليا، وهيتم فيه اضافة فيتشرز شبه شوية فيتشرز الفيسبوك. منها مثلا هيضيفوا ميزة الستوريز في سكايب، بحيث الناس الكونتاكتس اللي عندك يقدروا يدخلوا ويشوفوا انت كنت بتعمل ايه النهاردة. بس هو في حد اصلا بيستخدم سكايب غير المكالمة دي او يقفل، او مكالمة اللي مش عارف منه يقفل؟ وحتى سكايب ما بقاش قوي زي زمان. حاجات زي جوجل هانج اوتس اللي بقت تستخدم حاجة اسمها بير تو بير نتورك، بتسرع المكالمة بين شخص للتاني لو انتوا شخصين في مكالمة، بدل ما تربطك بسيرفر في النص وبعد كده توصلك بالشخص، لا بقت تربطه بير تو بير. الميزة دي موجودة في سكايب بس ما بقتش تشتغل، مش عارف ليه. الميزة دي في جوجل هانج اوتس من زمان وقوية جدا. فأنا مش عارف، هو حد أصلا مستخدم سكايب؟ يعني حاطين ستوريز بجد يا مايكروسوفت؟ يعني بجد. وبرده من ضمن الحاجات اللي هتختلف فيه هو الشكل، وهيكون في 3 اقسام: الشات، فايند، وكابتشر. هو كده، ما حدش يسال ليه، بس يعني هو ده الشكل. برده هيكون في بوتس، يعني اللي هو كوبي كات من فيسبوك. انتوا يعني الفكره مفيش ابداع، كله بقى ياخد الفكره الستوريز ياخدوها من سناب شات يحطوها في انستجرام، بعد كده ياخدوها من انستجرام يحطوها في ماسنجر، بعد كده ياخدوها من ماسنجر يحطها في فيسبوك، ودلوقتي مايكروسوفت اخدتها حطيتها في سكايب، ودلوقتي كمان بيضيفوا بوتس. هو حلو، حلو الحاجات يعني، بس هو ما اعتقدش حد هيستخدم سكايب غير سكايب معمول للمكالمات الصوتيه والفيديو، مش معمول كسوشيال ميديا. انا مش فاهم ليه الشركات بتحاول تحط كل الفيتشرز في كل حته. يوتيوب مش معمول اللي انا انزل عليه صور ولايف ستريمز وحاجات كده، يوتيوب معمول لفيديوهات كويسه، وده اكتر حاجه مميزه في يوتيوب. يوتيوب مش قوي في الصور، في الرسائل المكتوبه النصيه، في الحاجات دي زي فيسبوك مثلا، لكن يوتيوب مش معمول عشان كده. سكايب مش معمول عشان يبقى سوشيال نتورك، سكايب معمول عشان مكالمات.
يعني انا مش فاهم اللي بيحصل ده، بس ان شاء الله تكون خطوة غلطة وهترجع فيها مايكروسوفت ويرجع تاني يهتموا شوية بجودة الصوت والمكالمات بدل ما يهتموا ببوتس وحاجات مختلفة. نوكيا بتعلن عن حدث يوم 13 يونيو في مدينة نيو دلهي في الهند. مفيش تفاصيل عن الحدث قوي، لكن ممكن ان هما يوفروا النوكيا 3 وال5 وال6 في العالم الهندي بسعر مخفض. وخدوها مني تسريب كده، قريبا جدا 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 في مصر في ايفنت النوكيا وهعلن عن النوكيا 3 و5 و6 والاسعار بتاعت الموبايلات نوكيا الجديده خرافيه. وبرده في الايفنت اللي هيتعمل في مصر ان شاء الله هيعلنوا عن النوكيا 3310 النسخه الجديده، وانا متحمس جدا بصراحه ان انا اجربه، خصوصا ان عملت ريفيو للنسخه القديمه، فممكن نعمل مقارنه بقى من النسخه الجديده والميزات النسخه الجديده على النسخه القديمه، ويعني هتبقى حاجه مسخره قوي. بس خلينا نجرب. مفيش مانع انك لو عايز تشير الفيديو تشاره على بعضه، لكن ما تاخدش الخبر ده لوحده وتحطه في حته ثانيه، يعني اديني شويه حاجات وهاتوا لي سبسكرايبرز بقى وشيروني وحركات بقى، فيعني اعمل شير الفيديو، بلاش تاخد الخبر ده وتقول يوسف عاطف قال عشان انا هبيعك ومش هقول اللي انا قلت. يعني حاليا بقى لي 12 دقيقه بسجل، خلينا ننجز شويه. خبر الخامس، كل سنه لما سامسونج بتنزل موبايل جديد من فئه الاس، الاس 6، الاس 7 ادج او الاس 7 والاس 8 او الاس 8 بلس، دايما ينزلوا معاهم نسخه مختلفه. مثلا السنه اللي فاتت نزلوا باتمان اديشن، السنه اللي قبليها نزلوا ايرون مان اديشن. ده بيكون اديشن من الموبايل بسعر 900 دولار، لو مثلا الموبايل الاساسي ب 700 ده بيبقى ب 900، وبيتعمل منه 1000 نسخه بس في العالم كله، بيتم تصنيع 1000 نسخه ويقوموا مترقمين من ورا كده، اللي هي دي نسخه 437، نسخه 500 مش عارف كام. فالسنه دي سامسونج عامله برضه نسخه مميزه من الاس 8 والاس 8 بلس باسم بايرتس اوف ذا كاريبيان، اللي هو الفيلم الجديد بتاع بايرتس اللي هي المهم يعني انتوا عارفين بايرتس اوف ذا كاريبيان. المهم هيعمل نسخه مختلفه من الاس 8 والاس 8 بلس بايرتس اوف ذا كاريبيان. النسخه دي مش هتختلف في اي حاجه في الامكانيات، كل اللي هيختلف فيها هو الالوان المستخدمه. مثلا ايرون مان كان الموبايل كله احمر بما ان ايرون مان الشخصيه بتاعت الايرون مان لونها احمر، فباتمان كان اسود فمش عارف ايه. فبايرتس اوف ذا كاريبيان لسه مش عارف الالوان هتبقى شكلها عامل ازاي. الفكره ان الموبايلات دي بما ان فيها 1000 نسخه بس في العالم، فبتتسحب بطريقه متخلفه، وكمان انت عامله زي انفايت سيستم، اللي هو لما حد يشتري لازم يدي انفايت او حاجه ليه، زي ما ون بلس بدات تبيع موبايلاتها. يعني الفكره برضو ان الموبايلات دي بتنزل على اي باي او حاجه زي او ال اكس في مصر كده، بتنزل بمبالغ خرافيه والناس بتشتري. يعني مثلا السنه اللي فاتت الباتمان اديشن بتاع الاس 7 اتباع على اي باي باكتر من 4000 دولار وفي ناس اشترت. شركه زد اي بتعلن عن موبايل فلاجشيب، موبايل القوي الخاص بيها للسنه دي، وفعلا بيقدم مميزات مميزه جدا. من اهم المميزات دي ان شاشته 5.5 انش فول اتش دي. عارف ان هي فول اتش دي مش حاجه قويه ولا الحاجات دي، وكمان كورني جوريلا جلاس 4 اللي هو مش اجمد حاجه، لكن شريحه معالج 835 سناب دراجون اللي هو اقوى معالج في الوجود، وده اللي هو 8 كورز على 2.45 جيجا هرتز، ومعاه معالج رسوميات ادرينو 540. موبايل قوي جدا كامكانيات. في ذاكره عشوائيه رامات يا اما 6 يا اما 8 جيجا بايت رامات. هو على حد علمي انا كنت عارف ان سناب دراجون 835 اخره 6 جيجا بايت، انا مش عارف ازاي هحط 8 جيجا بايت على سناب دراجون 835. وهيكون في مساحه تخزين داخليه يا اما 64 يا اما 128 جيجا بايت، وهيكون في كاميرتين من الخلف، كاميرا 23 ميجا بيكسل كاميرا اساسيه فتحه عدسه f1.8، والكاميرا الثانيه 12 ميجا بيكسل. اعتقد ده ممكن يستخدم للكروب زوم طالما في اختلاف في الميجا بيكسل كاونت، بس لسه مش عارفين الموضوع ده مش ازاي. وبيجي بكاميرا اماميه 16 ميجا بكسل فتحه عدسه f2.0. فكامكانيات على الورق وحاجات كده الموبايل ده خرافي. وكمان بيجي ب IP67 سيرتيفيكيشن اللي هو ضد التراب والميه لغايه متر نص ساعه تحت الميه يقعد متر. وبيجي بطاريه 3200 ملي امبير اور. الموبايل كمان بيجي بكويك تشارج 4 اللي هو من اسرع انواع الشحن. وبالنسبه للفيرجنز اللي هينزل بيها الموبايل، في اربعه فيرجنز، الفيرجنز هتلاقيهم دلوقتي على الشاشه. فكده نقدر نقول ان الموبايل ده فعلا مميز في سعره، اعتقد ان ده ممكن يكون الموبايل المثالي لناس كتير جدا. خلينا نشوف بس هينزل مصر بسعر كام. وطبعا اللي كل الناس دخلت من العنوان مستنيه الخبر ده، وهو خبر ان اي اي سبورت نزلت الفيديو الترويجي، فيديو الاعلان عن فيفا 18. وعلى حسب الفيديو اللعبه هتنزل يوم 29 سبتمبر 2017، وفي الفيديو كان رونالدو بيتم التركيز عليه. وبرضه يعني كلنا عارفين يعني ان فيفا دايما بتنافس بي اي اس، او في ناس تقولها بيس بس ما علينا من الناس دي. المهم كان اختيار كويس ان فيفا يعني ترعى رونالدو في اللعبه الجديده، خصوصا ان بي اي اس كانوا بيرعوا فريق برشلونه والناس دي،
فعلى ذكر الكورة، قولوا لي انتم مشجعين البارسا ولا ريال مدريد؟ انا من مشجعي البارسا باي ذا واي، فلو انت ريال مدريد يعني اهلا بيكم في القناة، ويعني اعتبروا نفسكم في بيتكم، بس يعني انا برضو مشجعي البارسا، وان شاء الله تكونوا انتم كمان مشجعين برشلونة. وبالنسبة للناس اللي بتتساءل، يوسف هو انت ما سمعتش ابل عملت ايه واعلنت عن ايه؟ لا، هو الحقيقة اللي انا سمعت، بس انا مش حابب ان انا احط خبر 10 دقايق في فيديو نشره، فبكره في فيديو محترم هيشرح كل اللي حصل في ايفنت ابل اللي هو كان امبارح بالحاجات الفظيعه اللي حصلت. واخيرا تسريب تصميم النوت 8 اللي فعلا يعقل جدا ان هو ده التصميم الاخير، هو ده التصميم الفاينل اللي هنشوفه بعدين. التصميم ده بيوضح ان البصمه اتشالت اخيرا من الخلف واتحطت، بقت مدمجه في الشاشه. غلطه كانت كبيره جدا في الاس 8 والاس 8 بلس من وجهه نظري، اللي هي يا اما انت مش هتوصل للبصمه اصلا، يا اما هتبصم على الكاميرا قبل ما توصل للبصمه اللي في ظهر الموبايل. وبرده كانت حاجه حلوه جدا ان الموبايل هيجي فيه سماعات ستيريو، بس يعني نفسي السماعات دي تكون فرونت فيسنج يا سامسونج، يعني يا ريت، بس سماعات ستيريو خطوه كويسه جدا. وبرده الموبايل ده حاسس ان هو الموبايل الجهنمي اللي ما بيحصلش في كاميرتين من الخلف، اول موبايل بكاميرتين من الخلف من سامسونج، كويس جدا. وبرضه يكون في شحن سريع ورامات 6 جيجا بايت. الموبايل ده الموبايل اللي هو الموبايل البرفكتو على رأي الناس بتاع اوروبا، السوباخ. لكن هل هو بقى هينزل بسعر حنين؟ لا، ما اعتقدش خالص انه هينزل بسعر اقل من 16 ل 18 الف وقت نزوله في مصر. لكن هل هو موبايل يعني يستاهل؟ لا، هو يستاهل، ويستاهل جدا كمان، خصوصا لو انت من محبي سلسلة النوت القلم اللي بيحطه في النوت. فلا، هو يستاهل. بس كده، دي كانت نشرة النهاردة يا جماعة. اتأكدوا يا جماعة انكم تدوسوا لايك وتشتركوا في القناة عن طريق الدورية دي. انا مش عارف انا بتكلم ليه كده، بس انا متشكح زيادة او هبطان زيادة، فاللي هو انا تعبان فبقى مهايبر شوية. فشكرا، شفت الفيديو، اتأكد انك لازم تشترك وتتفرج على الفلوجز اللي انا بعملها عشان انا بحب اعملها، وبكره هيكون في فيديو برضو. فاشجعكم انكم تكونوا سبسكرايبد وعاملين الجرس، عشان بكره الساعه 9 بالليل، 10 بالليل، 11 بالليل هينزل فيديو جديد. فاشوفكم بكره، ومع السلامه.